في استمرار للحديث على مجلس الأمناء أو اجتماعات مجلس الأمناء، اجتماع التاسع والعاشر والمقررين لغد إن شاء الله يوم الاثنين. معنا أيضا على التليفون سيادة النائبة الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ومقرر للجنة الصحة بلجان الحوار الوطني. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور رندا، ممكن استاذن نوطي التلفزيون على الاخر؟ ماشي. حصل. الله يخليك، الله يخليك. لقيت نفسي سامعني فقلت لا كده ما ينفعش، اتنين يبقوا فاول فما ينفعش الكلام ده. دكتور رندا، ونحن ننتظر الاجتماعين التاسع والعاشر وحضرتك مقرر لجنه الصحه في لجان الحوار الوطني، ماذا ننتظر منكم غدا؟ ان شاء الله ننتظر الكثير. احنا لن نتوقف المقررين والمقررين المساعدين طول الاسبوع اللي فات عن الاجتماعات. احنا طول الفترة اللي فاتت كنا بنحط الاوتلاين او الخطة العامة او الاطار العام للموضوعات الاساسية الكبيرة اللي هنطرحها في الحوار الوطني، بنحط الخريطة للناس اللي هتيجي، الناس اللي هتتكلم من مختلف الخبرات ومن مختلف الطبقات ومن مختلف الأوجه والتيارات، لأن في الآخر هو حوار وطني ليس حوار للنخب، هو حوار للشعب المصري. طيب ده كلام أكتر من رائع. حتى يصل هذا الحوار لجموع الشعب المصري فلا يعتبره البعض حوارا ما بين النخب وبعضها البعض، هنقدم إيه للمجتمع؟ هنقدم كلجنة صحية. أيوة. طبعا كلجنة صحية احنا يهمنا تحسين المنظومة الصحية، ان نضمن خدمة صحية عادلة لكل مواطن على ارض مصر بصرف النظر هو يقدر على تكلفتها ولا لا، خدمة صحية وبجودة صحية عالية. ده يتأتى ازاي؟ بأعمدة المنظومة الصحية، الدكتور، الدكاترة هم أعمدة المنظومة الصحية، المستشفيات هم جزء كبير جدا للمنظومة الصحية، الهيئات المساعدة والتمريض جزء أساسي، الميزانية اللي بتصرف عليها، وهل إحنا وصلنا لحجم الميزانية المنصوص عليها في الدستور في الصرف على المنظومة الصحية، ده كمان يتقاطع ويتماس مع لجنة التعليم في التعليم الطبي. احنا بنطلع منتج شكله ايه؟ التعليم الطبي هو اللي بيطلع الدكتور اللي هو بيشتغل في المنظومة الصحية. اذا كله مش شابك في بعضه. المشكلة السكانية طبعا احنا في لجنة للمشكلة السكانية، لكن نتقاطع معاها في الخدمة الصحية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة. عندنا التأمين الصحي، التأمين الصحي احنا بقينا فين؟ هل احنا عندنا دلوقتي نوعين ماشيين من التأمين؟ عندنا الهيئة العامة للتأمين الصحي اللي هي صحيح. كانت من الأول، ومنظومة التأمين الشامل اللي هو ابتدى في محافظتين. هنطرح أفكار جديدة بره الصندوق، هل ممكن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التأمينية لحد ما تكتمل المنظومة على 2030 زي توجيهات سيادة الرئيس؟ هنشوف. هنحتاج، اتكلمنا كمان طول الفترة اللي فاتت على نقطة مهمة قد تكون يعني تحسن الاقتصاد المصري، اللي هي السياحة العلاجية. يعني ايه الناس بتروح في البلاد العربية؟ معظم الاخوة من البلاد العربية بيروحوا يتعالجوا في الهند وبيروحوا يتعالجوا في البلاد العربية، لكن ما بيجوش مصر. ليه؟ احنا عندنا سيوة، وعندنا العين السخنة، وعندنا مستشفيات هايلة. مش بس كده، ده يعني مع احترامي لكل اخواننا في الوطن العربي، انا عندي اعلى كفاءة طبية موجودة في الشرق الاوسط. انا عارف من اصحابي الدكاترة الدكتور المصري مطلوب بالاسم في انجلترا. بالظبط. حضرتك شوف اولادنا وطيورنا المهاجره بره شكلها ايه. احنا كمان بمناسبه الطيور المهاجره اتكلمنا كتير عن السنترز اوف اكسلنس
مراكز التميز الطبية، الحاجات المراكز الكبيرة. طبعا سيادة الرئيس وجه لسه قريب من أسبوع أو 10 أيام بتحويل معهد ناصر لمركز كبير لزراعة الأعضاء. إحنا هندعو الكثير من أطبائنا المهاجرين بالخارج، لأن الوطن ليه حق عليهم، ولازم يشتركوا معانا، ولازم يدوا جزء من خبراتهم اللي هم أصلا تعلموها من الوطن للوطن إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا سيادة النائبة، كل الشكر لسيادة النائبة الدكتورة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن ومقرر لجنة الصحة بلجان الحوار الوطني.